بنتكلم في بارت 10 في البابليك ايه يلا فاينانس ماشي. ورانا ايه من اول السنه ما وراناش غيره؟ بابليك واتش بالظبط كده. ميزانيه عامه، يعني ايه ميزانيه عامه؟ حد يفكرني؟ احنا بنعرفها كل صفحه تقريبا. يلا يعني ايه ميزانيه عامه؟ هي وثيقه تمام هنعمل فيها يلا بنتوقع هيخش لنا فلوس قد ايه وهنصرف فلوس قد ايه امتى؟ السنه الجايه الله يمعنا. تمام السنه الجايه، وبالتالي نفس الافكار اللي احنا اتكلمنا عليها دي تمام ناخدها بقى ونمشي. طب الميزانيه دي بتتعمل ازاي؟ احنا فهمنا يعني ميزانيه وعرفنا المبادئ اللي احنا ماشيين عليها ان هي ميزانيه موحده وميزانيه سنويه والمبادئ اللي احنا اتكلمنا عليها. طيب ازاي الميزانيه دي بتتعمل؟ يعني انت ان شاء الله كده تقعد بتاكل الاكل الله الاكله دي جميله عملتها ازاي دي؟ لا سر الطبخ تمام. طب الميزانيه دي اتعملت ازاي ان شاء الله؟ ها ليها اكيد سر او ليها طريقه. فما هي طريقه اعداد الملوخيه؟ طريقه اعداد يلا الميزانيه تمام كده؟ ازاي بنعمل ميزانيه؟ او ايه الخطوات اللي انا بمشي عليها عشان في الاخر اعرف اتوقع واعرف اصرف فاعرف امشي ها اعرف امشي مين؟ البيت ولا الدوله؟ الدوله تمام كده؟ فهنلاقي عندنا فاكرين لما كنت بقول لكم حكومه برلمان حكومه برلمان فاكرين الحته دي؟ يلا مين اللي هيعمل اعداد الميزانيه ويتوقع؟ حكومه. بعدين ناخد موافقه برلمان حكومه برلمان حكومه تعمل اعداد تتوقع ها البرلمان يوافق. بعدين تاني حكومه تنفذ. بعد كده مين يراقب؟ برلمان. تمام كده احنا ماشيين حكومه برلمان حكومه ايه؟ برلمان. تعال نقول الكلام ده في شكل مراحل شكل يلا مراحل. عندنا كلمتين الاثنين بنفس المعنى، كلمه اسمها ستيج وكلمه اسمها يلا فيز. ستيج او يعني ايه ستيج او فيز؟ تمام؟ عارف المراحل زي ما تكون داخل في علاقه كده وحلقه البدايات وبعدين تنتهي نهايه سوداء تمام؟ هي إيه الميزانيه كده برضه خلاص؟ ليها برضه ايه؟ مراحل تمام؟ يبقى عندنا فور ستيجز او فور يلا فيزز تمام؟ مبدئيا كده عندنا اول حاجه بادجت بريباريشن فعايزين بكل واحده نطلع الكيبورد ماشي؟ اول حاجه يلا ايه؟ ها؟ اعداد الميزانيه، اعداد يلا الميزانيه، ازاي بنعد الميزانيه اللي هي الحته بتاعت التوقعات ماشي؟ ودي هناخد منها الحرف تي. يعني عايزين ناخد من كل واحده اول حرف ماشي؟ بعد كده يلا بعد ما بنعمل اعداد الميزانيه بنعمل حاجه اسمها تبني واعتماد، تبني ويلا وكلمه ادوبشن بمعنى اكسبتنس، يبقى بعد ما عملنا التوقعات مين اللي هيوافق؟ برلمان تمام؟ ودي ناخد منها حرف الاي تمام؟ طيب بعد ما البرلمان يوافق هنسيبها كده حبر على ورق ولا ننفذ؟ ننفذ، يبقى نعمل امبلمنتيشن، يعني امبلمنتيشن تنفيذ، مين اللي هينفذ ومين اللي هيلم الفلوس ومين اللي هيصرف؟ مين اللي هيصرف فعلا على ارض الواقع ويلم الفلوس على ارض الواقع؟ الحكومه تمام كده؟ وبالتالي ناخد هنا حرف الاي. واخيرا والحكومه بتنفذ ها الفلوس دي مش فلوس سيئه دي فلوس الشعب والبرلمان هو اللي موافق على الكلام ده فالبرلمان لازم يراقب. وخد بالك في الرقابه والوزراء بينفذوا وقلاء الوزراء بينفذوا والمحافظين بينفذوا خاضعين لرقابتين. كل وزير خاضع اللي فوقيه او وكيل وزاره خاضع للوزير والوزير خاضع لرئيس الوزراء ورئيس الوزراء خاضع لرئيس الجمهوريه. فالرقابه في الاخر مش بس من البرلمان، السلطه التنفيذيه بتراقب على بعض وكمان بتخضع كلها لرقابه البرلمان. يعني في الرقابه السلطه التنفيذيه كل واحد بيراقب على اللي فوقيه واللي فوقيه بيراقب على اللي فوقيه لغايه ما نوصل لاكبر واحد الرئيس ماشي. في نفس الوقت بيحصل رقابه من البرلمان اوكي. وناخد مننا حرف الاس والسوبرفيجن هي كنترول. سوبرفيجن هي يلا كنترول تمام. بس انا بفضل السوبرفيجن اكتر وهي اللي بيستخدمها الدكتور اكتر اللي معناها الرقابه معناها يلا رقابه. وناخد منها حرف يلا الاس تمام. طيب لما باجي احفظ بوينتس زي دي تمام بحفظها ازاي؟ اول حاجه عندي اربع نقط لازم اكون عامل بينهم تسلسل منطقي. يلا حكومه برلمان حكومه برلمان اول حاجه نعمل يلا اعداد. بعد كده يلا البرلمان ايه يوافق اللي هي ادوبشن. بعد كده يلا ايه ننفذ. وبعد ما ننفذ كده قدره ولا في رقابه؟ في رقابه. فانا هنا عملت حاجه اسمها تسلسل منطقي. نخش الثاني نقطه هم كام نقطه؟ اربعه تمام. اقسمهم اثنين اثنين يلا اول حاجه يلا يلا بقسمهم اثنين اثنين اول حاجه يلا بريبريشن اعداد الميزانيه اللي هي فكره التوقعات. بعد كده يلا موافقه يبقى بريبريشن ادوبشن بريبريشن يلا نعمل توقعات. بعد كده ناخد ايه موافقه. خدت موافقه يلا ناخد النقطتين اللي بعدهم نربطهم ببعض هنعمل يلا تنفيذ رقابه تنفيذ يلا امبلمنتيشن سوبرفيشن. طب في طريقه كمان يا شادي اقفل بيها الموضوع طريقه اسمها فلو او ابريفيشن. ناخد الحروف الاولى من كل كلمه يبقى عندي كلمه اسمها بيس لا يلا من غير ما نبص هنبص معانا الحروف اول حاجه يلا بريبريشن بعد كده نعمل يلا ادوبشن موافقه بعد كده تنفيذ امبلمنتيشن واخيرا سوبرفيشن تمام كده. فانا بعتمد هنا في الشرح مش بس ان انا بفهمك انا بعايز تبقى خارج من عندي على الاقل حتى حافظ العناصر المتغيره ماشي. خش يلا على الموضوع هنتكلم اهم مرحله فيهم هي اول مرحله
اول مرحله مهمه لدرجه ان احنا نعمل لها حصه كامله. الثلاث مراحل الباقيين هنخلصهم كلهم في حصه، مش كده؟ صغيرين يعني، حتى في الشرح الدكتور اهتم قوي 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 بقول ايه؟ المرحله هي اللي فيها الكلام كله والتفاصيل كتير قوي قوي قوي، تمام؟ هنمسك اول مرحله اسمها يلا ستيج او فيز، ستيج او يلا فيز، تمام؟ ذا ستيج اوف بادجت يلا فين الكي وورد؟ بريبريشن، تمام؟ بادجت يلا بريبريشن، تمام؟ مين اللي بيعمل اعداد الميزانيه؟ مين اللي بيتوقع؟ الحكومه، احنا بادئين بالحكومه، تمام كده؟ وبالتالي الحكومه لما تيجي تعمل الكلام ده اعداد الميزانيه اللي هي بالاخر لو قلنا طريقه اعداد الميزانيه، طب اول خطوه اعداد الميزانيه، اعداد الميزانيه يعني يلا هتوقع هيخش لي فلوس قد ايه وهصرف هصرف فلوس قد ايه وهيخش لي فلوس قد ايه عشان اعمل في الاخر وثيقه عشان اخش على المرحله اللي بعدها اللي هو ناخد موافقه البرلمان. على فكره كلمه ادوبشن معناها موافقه او تبني، بس ممكن موافقه اي حد، ممكن اقول موافقه ابويا موافقه اخويا، يعني كلمه ادوبشن حسب هتيجي مع مين، لكن المقصود هنا ان مين اللي هيوافق على الميزانيه؟ طبعا البرلمان، تمام كده؟ طيب يلا بينا. كل مرحله من الاربع مراحل دول خلاص جواها خطوات، جواها يلا خطوات. لو مسكنا اول مرحله في اعداد الميزانيه، يعني خد بالك التشابتر نفسه اسمه ايه؟ ذا بريبريشن اوف ذا بادجت، اعداد الميزانيه. طب اول مرحله اسمها ايه؟ اعداد الميزانيه، تمام كده؟ اللي هي ايه ببساطه؟ هنتوقع هيخش لنا فلوس قد ايه وهنصرف فلوس قد ايه. طيب لما نقول كلمه بريبريشن هي الكيبورد، هنتكلم على كام ستيب؟ فور ستيبس. يبقى عندنا الاول اسمها مراحل، ستيجز او يلا او فيزز، جوه كل مرحله في ايه يلا؟ ستيبس، خطوات، ماشي؟ يلا بينا هنمسك اول ستيب جوه البريبريشن. درسنا كل النهارده ما بنتكلمش الا على بريبريشن، تمام كده؟ اول خطوه يا ترى هتكون ايه؟ وهو مين اهم واحد اصلا في اعداد الميزانيه؟ ماشي؟ فانا هنصر كده بطريقه جميله وهتسهل لك المذاكره فيما انت تتخيل. يلا اول حاجه ايه هي اول خطوه؟ لازم نديها اسم. يلا ايه هي اول خطوه؟ بريباريشن اوف فريم وورك. بريباريشن اوف يلا نحط اطار عام، يعني هحط الفكره العامه خلاص؟ اوف ذا بادجت درافت. يعني ايه بادجت درافت؟ مشروع الميزانيه او اقتراح الميزانيه. ساعات هتلاقيها درافت بادجت وبادجت ايه؟ درافت، والاثنين بمعنى واحد، تمام؟ طيب يعني ايه بحط الاطار العام؟ يعني بقول مثلا انا هصرف على التعليم 5 مليار، هصرف على الصحه 10 مليار، ما اتكلمتش في التفاصيل، انا بحط الاطار الايه؟ العام، هصرف على البنيه التحتيه والطرق والكباري 6 مليار، ما قلتش بقى كام كوبري وكم طريق، ما اتكلمتش لسه في التفاصيل، انا بحط الاطار الايه؟ العام، ماشي؟ يبقى لما اقول انا هصرف على التعليم 5 مليار، انا هصرف على الصحه 6 مليار، تمام كده؟ يبقى ده كده بحط الاطار العام، لسه ما اتكلمتش في التفاصيل، التفاصيل هتيجي في الخطوه اللي بعدها، ماشي؟ يلا يبقى اول حاجه بعمل ايه في البريبريشن؟ بعمل يلا بنضع اطار عام، يعني رقم او ارقام كبيره بدون ما نتكلم في تفاصيل. طيب مين اللي بيعمل كده؟ يلا مين اللي بيعمل كده؟ مينستر اوف يلا فاينانس، او ليه اسم تاني مينستر اوف ايه؟ تريجري، بيرفكت، الله يبارك لك، تمام؟ مينستر اوف فاينانس او مينستر اوف يلا تريجري. ليه الاسمين هم حاجه واحده؟ مينستر اوف تريجري يعني وزير الخزانه، اللي هو وزير الماليه، ما هي الخزنه دي اللي بنجيب منها الفلوس وبنمول، مش كل الفلوس بتتجمع اصلا في التريجري؟ فمينستر اوف تريجري هي مينستر اوف فاينانس، تمام؟ طيب احنا متعودين ان المينستر اوف فاينانس هو اللي قام كل حاجه لوحده، تنين يعني ولا زائد الام كابيتال واس سمول، يعني ايه؟ مينسترز يعني ام هتبقى اختصار مينسترز ونزود لها اس ايه؟ سمول، تمام؟ يعني جمع وزراء. يبقى مين اللي بيعمل اعداد الميزانيه؟ وزير الماليه طبعا بمساعده الوزراء، مش عارف كل حاجه، هو بيلعب الدور الاكبر بس مش لوحده، تمام كده؟ طيب تعال نجيب كلمه مينستر اوف فاينانس عشان هنتكلم عليها كتير وهنختصرها، والاختصار ده اصلا الدكتور كاتبه في الكتاب، يعني الاختصار ده احنا ملزمين بيه. مينستر اوف فاينانس هي يا ايه؟ شيل اوف وبدل، يبقى هي يا فاينانس مينستر، هي يا فاينانس، اي كلمه في الانجليزي ما بين اوف اشيل اوف وبدل تدي نفس المعنى، يبقى مينستر اوف فاينانس هي يا فاينانس مينستر. نختصرها بقى تبقى اف ام، تمام؟ يبقى اف ام ده مش الراديو، اف ام ده ايه؟ وزير الايه؟ الماليه، تمام كده؟ يلا بينا، ماشي؟ طيب وزير الماليه بيعمل اطار عام، بيعمل يلا اطار عام، هو والوزراء، هو يلا والوزراء. بيعمل ده ازاي؟ بيقترح درافت، بيعمل يلا بيسجست درافت، وبيتيكس انتو اكونت، يعني بيعمل اطار عام للميزانيه وبيتيكس انتو اكونت، وبياخد في الاعتبار حاجتين. اصلا الدوله وهي بتحط الميزانيه، الميزانيه العامه جزء من خطه كبيره، جزء يلا الدوله اصلا عندها خطه سياسيه وخطه اقتصاديه وخطه اجتماعيه، تمام كده؟ انا عايز اكون فين كمان سنتين وثلاثه واربعه؟ فاكرين لما كنا بنقول في الاول
كل دوله بيكون عندها رؤيه او استراتيجيه، رؤيه ويلا او بلان. البلان الكبيره اللي انا عايز احققها محتاجه تمويل، محتاجه يلا تمويل. فاصلا الميزانيه العامه هي جزء من الخطه الكبيره. الميزانيه العامه هي بره جزء من الخطه اللي احنا ماشيين عليها. فانا وانا بعمل المشروع بتاع الميزانيه باخد في اعتباري حاجتين، تيكس انتو يلا اكاونت، نركز تيكس انتو يلا اكاونت، متطلبات الخطه اللي انا ماشي عليها. والخطه اللي انا مقصود بها الخطه بتاعت الدوله، الخطه بتاعت يلا الدوله اللي اسمها خطه التنميه، خطه يلا ديفلوبمنت بلان. تمام؟ وانت مش هتعرف تعمل خطه تنميه الا من خلال ميزانيه وصرف فلوس. وكمان لازم تاخد في اعتبارك الامكانيات بتاعتك. يعني ما تقولش انا هصرف 5 مليار على التعليم و5 مليار على الصحه و5 مليار، طب خزنتك فيها ايه؟ لازم تاخد في اعتبارك امكانيات وقدره الايه؟ الخزنه. تمام كده؟ يبقى وانا بحط الاطار العام ما تفرضش منك قوي، لازم تكون عارف ايه متطلباتك وايه كمان امكانياتك. تمام كده؟ ايه الفلوس اللي عندك في الخزنه؟ طيب سو في الاخر اول مينسترز زي ما وزير الماليه بيعمل كده، ها مين بيقلده؟ كل الوزراء بيعملوا كده. تمام كده؟ اول مينسترز بيعملوا حاجتين، كونسيدر يلا سيم ايشوز، بيشوفوا ايه متطلبات الخطه، البلد محتاجه ايه، وكمان بيسبميت ديم. وبعد ما كل وزير يحط الاطار العام بتاعه بيعرض الموضوع على مين، او سبميت يعني سبميت بيقدم بيحيي، جميل كده، بيحيي الموضوع لمين؟ لوزير الماليه ايه فاينانس مانستر. لاحظ احنا ما اتكلمناش في التفاصيل، هو كل يعني مثلا يجي وزير الماليه يقول احنا السنه دي مصر او السنه الجايه مصر محتاجه تصرف 100 مليار ومصر هتدخل تقريبا 80 مليار، ما هو كده حط الاطار الايه؟ اللي عندي بتكلم في التفاصيل، ماشي؟ كل وزير بقى يقول انا وزير انا وزير التعليم مثلا، تمام؟ سواء التعليم العادي او التعليم العادي، ماشي؟ يقول لك انا والله هصرف 3 مليار وهيخش لي 2 مليار. اتكلم في تفاصيل، قال هبني كام مدرسه، هزود مرتبات ولا لا، الكلام ده كله هيجي في الايه يلا؟ التفاصيل هتيجي امتى؟ في الخطوه اللي بعدها، تمام كده؟ يبقى اذا انا هنا بحط الاطار الايه؟ العام، تمام؟ وهنا ابدا احط يلا؟ ديتيلز، التفاصيل بتاعتها، ماشي؟ يلا بينا. نتكلم على الخطوه الثانيه. بيقول لك ايه في ستيب 2؟ كل خطوه لازم نسميها اسم، ماشي؟ هنعمل ايه اصلا؟ ايه الخطوه الثانيه؟ بعد ما اتكلمنا في جنرال يبقى نتكلم في ايه يلا؟ في الديتيلز. هنديفلوب بادجت فوركاست، يبقى هنعمل يلا؟ بادجت فوركاست، يعني ديفلوب بادجت فوركاست؟ يعني فوركاست توقعات، تمام؟ هنعمل التوقعات بتاعتنا، وكلمه ديفلوب معناها يطور او يقدم، يطور او يلا؟ اه، فعلا ابدا بقى اتكلم في الديتيلز وكولكت وابدا اجمع يلا؟ داتا وانفورميشن، او داتا نطقين صح ولا بفضل نطق داتا؟ داتا وايه يلا؟ وانفورميشن، وابدا اجمع معلومات وبيانات. كل وزير مش بس بيتوقع، كل وزير تحته وكيل وزاره، يعني مثلا وزير التعليم ليه وكيل وزاره في كل محافظه، تمام كده؟ وكلاء الوزراء ليهم نواب ومساعدين، ففي هيكل اداري متكامل، ونقعد نتعاون مع بعض ونعمل مناقشات ونلم معلومات عشان في اخر السنه نعرف بالظبط احنا بندخل كام، ها؟ وهنصرف كام، تمام؟ لان انت لما بتيجي تتوقع السنه الجديده بتعمل ده بناء على اسس علميه، بتتوقع ده بناء على اللي حصل السنين اللي ايه؟ اللي فاتت، تمام كده؟ جميل. يبقى اذا مين اللي بيعمل كده؟ يعني مين اللي حط الاطار العام؟ وزير الماليه والوزراء المينسترز. طب مين اللي هيحط التفاصيل؟ وزير الماليه والوزراء، الاف ام اللي هو يلا فاينانس مينستر، وام كابيتال واس سمول يعني يلا مينستر. يبقى اللي بيحط الاطار العام وزير الماليه والوزراء. طب اللي بيحط التفاصيل؟ وزير الماليه والوزراء، هو اللي بيتوقع برضه التفاصيل، اوكي؟ طيب بيعمل ايه بقى وزير الماليه؟ خلاص؟ الفورن مينستر ادريسز، يعني ايه ادريسز؟ بيخاطب، بيخاطب مين؟ بعض الوزراء ولا كل الوزراء؟ مش بس كده، هو كل الهيئات بتاعت الدوله. يبقى وزير الماليه يبعت ويرسل ويتخاطب ويتكلم مع كل الوزراء، تمام؟ and all public institutions، وكل الهيئات العامه. يعني زي ما هتكلم مع وزير النقل ممكن اتكلم مع الهيئات التابعه لوزاره النقل، هيئه السكه الحديد تابع لوزاره النقل، هيئه المترو الانفاق في القاهره تابع لوزاره النقل. فانا بتكلم مع كل الوزراء وبتكلم مع كل الهيئات المهمه. محتاجين تصرفوا كام السنه الجايه؟ ومتوقعين هيخش لكم كام السنه الجايه، تمام؟ طيب بطلب منهم ايه؟ يعني بخاطبهم واطلب منهم ايه؟ تمام؟ اسك ذيم، اسك مين؟ مين اللي بيسال؟ فاينانس مينستر. بيسال مين؟ كل الوزراء، كل الهيئات، كل اللي يلا الوزراء وكل الهيئات بيسالوا ان هم يقدموا. يا جماعه كل واحد يساعدني، انا وزير الماليه مش عارف اعمل كل حاجه لوحدي، ساعدوني، انتوا اللي عندكم التفاصيل، تمام كده؟ قدموا لي ايه هي الريفينس، وقدموا لي ايه يلا
الاكسبكتيشن. وطبعا اي كلمه فيها ريفينيو او اكسبكتيشن لازم تضيف جنبها كلمه اكسبكتد او بروجكتد. اكسبكتد يلا بروجكتد، انت متوقع هيخش لك قد ايه ريفينيوز ومتوقع هتصرف قد ايه السنه اللي جايه. تمام. طيب المينستر اوف اديوكيشن هناخده كمثال وهنشوف كوزير. طبعا في فرق بين الهاير اديوكيشن اللي هو وزير التعليم الايه العالي جامعات، ولما نقول مينستر اوف اديوكيشن بس يبقى وزير ايه يلا التعليم العادي. تمام كده، من اول حضانه طبعا لغايه ثانوي. ماشي، كلنا فاهمين ده كويس. لما اقول وزير التعليم هناخد وزير التعليم يعتبر مثال، نشوفه بيعمل ايه. تمام، نجيب التفاصيل ازاي، وهنقول قايلين في الاخر وكل الوزراء بيعملوا نفس الطريقه، بس احنا هناخده كمثال يعني. ماشي يلا، وزير التعليم عشان يكتب التفاصيل بيعمل ايه؟ يعني انا وزير التعليم اهو عايز اكتب الديتيلز، كم مدرسه، هزود المدرسين قد ايه فلوس، هحتاج كم من جهاز، هشتري اجهزه ولا لا، هشتري دكاترات ولا لا، هشتري ديسك دسوق جديده ودكك جديده والكراسي جديده ولا لا، انا عايز اتكلم في ديتيلز بقى. فانا كوزير التعليم اللي قاعد في القاهره معظم الوقت هيبقى عارف كل التفاصيل اللي هتحصل في كل المحافظات، ولا يحتاج يتعاون مع وكلاء الوزراء ونوابهم وكل الموظفين والجهاز الاداري اللي تبعه عشان في الاخر يوصل لايه؟ التفاصيل، صح كده؟ عندنا وزير التعليم هناخده كمثال نتكلم في التفاصيل بتاعته، وبعدين هنقول ان كل الوزراء هيقلدوا وزير اللي يلا التعليم. ماشي؟ وزير التعليم اول حاجه بيعملها بالبلدي كده هيانفايتس كل الحاجات اللي علم عليها دوريه على او سيركل على السبوره، فهو ده كده. ماشي؟ انفايتس او كولكت او سيت، يلا هيعمل ايه؟ وزير التعليم يلا هيدعو كل الايجنتس، كله يلا اس ايجنتس، يعني ايجنتس الوكلاء، لان كل وزير ليه وكيل وزاره، وكيل وزاره التعليم في الاهليه، وكيل وزاره التعليم في الغربيه، وكيل وزاره التعليم في الشرقيه. تمام، هو بمثابه اللي بيمثل وزير التعليم في المحافظه دي. ماشي، اند اول هيز ريبريزنتيف، يبقى هو مين يلا بيستدعي مين وبيخاطب مين وبيتكلم مع مين؟ كل الممثلين وكل النواب بتوعه وكل الوكلاء بتوعه. تمام، ان فاريس جوفرنتس، يعني ايه فاريس جوفرنتس؟ في المحافظات المختلفه، ويجمعهم كلهم ويبدا يتكلم معاهم. ليه؟ واي؟ دايما حرف الجر تو من الحروف الجر اللي بتسهلك جدا للمذاكره. يعني حرف الجر تو دايما انا لما باجي اذاكر بقوم جاي كاتب جنبه عامل عندي استفهام. هو انا جمعت الوكلاء ليه؟ وزير التعليم بيجمع النواب بتوعه ليه؟ الممثلين بتوعه الرجاله بتاعته بيجمعهم ليه؟ يلا تو ايه يلا؟ كولكت وسيت. كولكت يلا؟ هيكولكت الاول داتا وانفورميشن وهيسيت ايه؟ توقعات. تمام كده؟ ليه؟ التفاصيل بقى نفسها. يبقى هيجمع الداتا وهيحط ايه يلا؟ ويضع الاكس بيك. سمينا الرجاله، ما هو كل واحد بقى في محافظته عارف التفاصيل بتاعته. ماشي، فانا كده جمعت الرجاله كلها وجمعت كل التفاصيل، وبناء عليه المينستري. ايه الفرق لما اقول مينستر يعني ايه؟ وزير اخرها تي اي ار، مينستر. تمام، ولما اقول مينستري اخرها ار واي اللي هي الوزاره نفسها. تمام، عشان ما تتكرر كتير وما تتلخبطش منهم. المهم المفروض ان انتوا عارفين الكلام ده كويس. يلا المينستر يعمل ايه يلا؟ distributes the needs وelaborates وهي ايه؟ وهيوضح. distributes يلا الوزاره في الاخر هتعمل حاجتين، هتوزع وتوضح. توزع يلا هتوزع ايه؟ هتوزع احتياجاتها النيدز بتاعتها بناء على حاجه اسمها التايب والفاليو. تايب يلا والفاليو، يعني ايه تايب والفاليو؟ يعني مثلا انا والله التايب انا محتاج خمس مدارس، الفاليو كل مدرسه هتتكلف 10 مليون، ده مثال. خلاص كده، التايب انا محتاج 10 اجهزه بروجيكتور جديده، الفاليو كل جهاز بروجيكتور ب 5000 وهكذا. يبقى الحكومه الوزاره نفسها بتوزع، بتوزع يلا النيدز بتاعتها بناء على يلا تايبس وفاليو، تايبس يلا فاليو. تمام، الابوريتس وبتوضح بدقه هي هيخش لها ريفينز قد ايه وهتصرف قد ايه. طب الكلام اللي عمله الوزير ده نراجع تاني مع بعض يلا. ها انا وزير اهو كبير، ها بستلم مين يلا؟ رجالته هم الايجنتس والريبريزنتس. بعد ما نجمع رجالته بيعمل يلا كولكت وسيت. كولكت يلا جمع يلا معلومات ويحط توقعات، بيعرف هو محتاج ايه بالظبط، يعني عنده نيدز، عنده يلا نيدز، بيحددها بالتايب والفاليو، في نفس الوقت بيعمل اكسبكتيشنز وتوقعات، بعرف كويس قوي هيخش له قد ايه، وبيتوقع هيصرف قد ايه. تمام؟ في النهايه بنقول ات دي اند، خلاص؟ مين اللي بيعمل كده؟ وزير التعليم بس ولا كل الوزراء؟ كل الوزراء. يبقى ايتش مانستر، ايتش يلا مانستر، كل وزير خلاص هيعمل سبميت نفس الكلام ده، ويعرض في الاخر الدرافت بتاعه. ما في الاخر كل وزير بيعمل درافت مصغر، كل وزير بيعمل يلا لوزارته هو بس، انا وزاره التعليم بس، هيدخل لي فلوس قد ايه وهصرف فلوس قد ايه. كل وزير بيعمل كده، كل وزير بيعمل كده، وفي الاخر نجمع الكلام ده كله عند مين؟ وزير الماليه، صح كده؟ يبقى كلنا هنسبميت، هنسبميت ايه يلا؟ حاجه اسمها المينستري بروبوزد بادجت. المينستري يلا بروبوزد بادجت، يعني ايه بروبوزد بادجت؟
طرح، تمام؟ يبقى ميزانية الوزارة المقترحة، ميزانية يلا الوزارة المقترحة اللي هي نقدر نسميها في كلمة واحدة درافت أو سب درافت، يعني درافت مصغر، لأن كل وزارة بتعمل الدرافت بتاعها. في الآخر كلهم لازم يتجمعوا ويتحطوا في وثيقة واحدة. ده هيتجمع عند مين؟ عند وزير المالية، وزير المالية هيجمع يا باشا ويعمل وثيقة واحدة، تمام كده؟ وبالتالي كل ده الدرافت هيتجمع، وطبعا الدرافت دايما هيكون فيه يلا نخسرها بقى المرة دي، اللي هي يلا ريفينيو اكسبنديشن، ودايما لازم أضيف جنب كلمة ريفينيو اكسبنديشن إيه؟ اكسبكتد أوت بروجيكت، لأن أنا بتوقع في ذا نكست يير، تمام؟ خدش على بعض يلا، المرحلة تمام؟ آسف، الخطوة مش بعد المرحلة، إحنا بنتكلم في المرحلة الأولى صح؟ المرحلة الأولى متقسمة ليه يلا؟ ستيبس، يبقى كده بنقول الخطوة الثالثة، ماشي؟ ستيب 3. أول حاجة إيه هي الخطوة الثالثة؟ وأنا بذاكر من الطرق الذكية اللي أنا أعملها إن أنا أفكر نفسي إيه اللي حصل بسرعة. يلا أول حاجة حطينا الإطار العام، دي أرقام كبيرة 5 مليار 6 مليار. ها تاني خطوة عملنا إيه؟ تفاصيل وتجميع المعلومات، تفاصيل يلا تجميع المعلومات، تمام كده؟ ثلاثة يلا أول درافتس، قول يلا مش كل وزارة عملت درافت بتاعها هتصرف قد إيه وهيخش لها قد إيه؟ هتتجمع عند مين؟ عند الفاينانس مينستر. يبقى ار جاذرد يعني ار جاذرد كوليكتد، ار جاذرد يعني يلا كوليكتد، هيتم تجميعها عند مين يا رجاله يلا؟ عند الفاينانس مينستر، عند وزير الايه؟ الماليه. يبقى كل الدرافتس هتتجمع عند وزير الماليه. هاو بقى؟ خلاص ازاي الكلام ده هيحصل؟ قال لك اول استيميتس، كلمه استيميتس جايه من فيرب استيميت. في لعبه حتى في الكوتشينه اسمها استيميشن، الكلمه دي ان انت تقعد تقدر وتتوقع، كلها مبنيه على التقدير والتوقعات. فكلمة estimates معناها ايه؟ هي معناها expectations، معناها يلا expectations، تمام كده؟ يبقى estimates يعني بقول expectations، estimates يعني يلا expectations. كل التقديرات يعني كل التوقعات، كل التقديرات يعني كل يلا توقعات. مالها؟ collected ومانجد، collected يلا؟ مع كل وزير عمل توقعات، تمام؟ مش كل وزير من رجالته وعاملين التوقعات بتاعتهم، كل التوقعات دي هتتجمع عند وزير المالية finance minister ومانجد ويتم ادارتها وتحليلها، ويتم يلا ادارتها وتحليلها. ليه؟ يلا باي. دايما قلنا حرف الكارتو بيسالني مذاكره. ليه كل الكلام ده اتجمع؟ ليه كل الكلام ده اتجمع عند وزير الماليه؟ ما كنا نرسلنا كل وزاره لوحدها. عشان احنا عندنا مبدا اسمه مبدا وحده ميزانيه، كل لازم يتجمع في الاخر عند وزير الماليه عشان تبقى وثيقه واحده، تمام كده؟ عشان في الاخر وزير الماليه يقدر يست يضع كومبريهنسيف بيكتشر، يعمل يلا كومبريهنسيف بيكتشر. يبقى وزير الماليه كده عنده صوره شامله، عارف كل الوزارات هيخش لها فلوس قد ايه؟ وكل الوزارات هتصرف قد ايه؟ تمام؟ وكده بقى عندي صوره شامله لكل الفلوس بتاعت الدوله، موجوده عند مين دلوقتي؟ عند الفاينانس مينستر. الصوره الشامله اللي جت للفاينانس مينستر دي بتديله سم اوبشنز، تدري يلا؟ يعني هو جاي عنده رؤيه شامله، وعارف مصر كده هيبقى عندها عجز ولا فاضل. وبناء على كده كل الوزراء ادوا له التوقعات بتاعتهم او الدرافتس بتاعتهم. انت لو وزير الماليه هتعمل ايه؟ جه توافق على اللي جه، مش كل وزير قال لك انا هخش لي 5 مليار وهصرف 6 مليار وبره بالله في مراسك، تمام؟ انا وزير ثاني هخش لي 3 مليار وهصرف 2 مليار وعلى الله، تمام كده؟ يبقى كل وزير عمل ايه؟ يلا توقعات بتاعته. انت كوزير ماليه اول اوبشن قدامك ايه؟ اوافق. طب يا رجاله انتوا كفاءه وانا واثق فيكم وانا موافق 100% على اللي انتوا قلتوه. يبقى اول حاجه هتبقى اكسبت كومبليتلي، اكسبت يلا. وزير الماليه عنده رؤيه، عنده تصور شامل كومبريهنسيف بيكتشر، بناء عليه قدامه اوبشنز، قدامه يلا يا يوافق على التصور ده، تمام؟ يبقى كده اكسبت ايه؟ كومبليتلي، وافق تماما. الاختيار الثاني، الاوبشن الثاني، ايه العك ده يا رجاله؟ ايه القرف اللي انتوا عاملينه ده؟ انتوا كده هتقدرها في 60 داهيه، تمام؟ فيرجكت ايه؟ كومبليتلي. والاختيارين دول صعب جدا تحققهم او نادرا تحققهم او حاجات نظريه او افتراضيه. ان وزير الماليه يوافق عمياني ده ما بيحصلش، ما هو اسمه وزير الماليه دي، تمام؟ اكيد هيتدخل في التفاصيل. او ان هو يرفض تماما 100%، امال كل الوزراء دول ايه حلاقين يعني؟ تمام؟ فبالتالي لازم تاخد رايهم. كل واحد متخصص في شغله، الحلاق متخصص في شغله، المدرس متخصص في شغله، طب برضه الوزير متخصص في شغله، وبالتالي لا هيوافق 100% ولا هيرفض 100%. امال ايه الاختيار اللي غالبا بيحصل على ارض الواقع؟ ان هو بيلم المعلومات من كل وزير، بيلم التوقعات بتاع كل وزير، ويبدا يتناقش معاهم ويتفاوض معاهم. فالاوبشن الاكثر تحققا على ارض الواقع عمليا هو ان هو بيستلم ريسيف ونيجيشيت، ريسيف يلا ونيجيشيت، يعرف من كل وزير هو محتاج ايه، يعرف من كل وزير تفاصيله ويبدا يتفاوض معاهم. طيب ما تقلل مصاريفك شويه، طب ما فيش طريقه نجيب فيها فلوس اكتر؟
انت كاتب ايه؟ انت هتصرف كام؟ 3 مليار وهيخش لك كام؟ 2 مليار. طيب ممكن تقلل شويه فلوس؟ طب البند ده ممكن نشيله؟ طب انت عايز 5 مدارس ممكن اخليهم 4 بس؟ تمام؟ وهكذا. فنبدا نتفاوض خصوصا ان احنا ازاي نزود الفلوس اللي هتخش او هنقلل الايه؟ الصرف والانفاق. عشان في الاخر اتجنب العجز او اقلل العجز، بدل ما العجز يبقى مثلا 100 مليار احاول اخليه 20 بس، بدل ما هو 20 اخليه 10 بس، لان الهدف في الاخر ان انا اقلل الدفس، اقلل يلا او اخلي الميزانيه بالانس، تمام؟ طيب في الاخر لقيت عندي جاب او لقيت عندي ديفيسيت، لقيت عندي يلا جاب او ديفيسيت، وده اللي غالبا بيحصل، مش احنا عندنا كرونيك ديفيسيت في معظم دول العالم؟ لقيت ان انا خلاص اتكلمت وتفاوضت وعدلت هنا في البند ده وزودت شويه حاجات وقللت شويه مدارس وغيرنا اولوياتنا وظبطنا دنيتنا، تمام؟ برضه لسه عندي جاب او ديفيسيت، جاب او يلا او ديفيسيت، اعمل ايه بقى في الجاب او الديفيسيت دي؟ هسيبها كده ولا الميزانيه تكون بالانسد؟ بالانسد. انا متوقع ان انا هصرف 100 مليار وهيخش لي 80 مليار، وبعد كل المفاوضات وبعد كل التعديلات وبعد كل التفاصيل لسه عندي عجز في 20 مليار. اعمل ايه بقى؟ يلا فاينلي يلا فاينلي عامل يلا ايدنتيفاي وزير الايه؟ الماليه، وزير مين يلا؟ الماليه، هيحدد المصادر اوف جاب كفرج، جاب يلا؟ كفرج، يعني جاب كفرج؟ يعني كفر ذا ديفيسيت، جاب كفرج يعني يلا؟ يعني كفر ذا ديفيسيت، ازاي هغطي العجز بتاع الميزانيه؟ خلاص انت اتكلمت في كل الفلوس اللي جايه لك، الطريقه النورمال، الطريقه يلا؟ مصاريف المدارس، رسوم المدارس، كل الكلام ده اتلم خلاص، جاب لك 80 مليار. وانا عايز اصرف 100 مليار، يبقى عندي عجز كام؟ 20، اغطيهم ازاي بقى؟ بالطرق الاب نورمال اللي هم كانوا يلا؟ ايشو ماني او بورو ماني. ولما اجي استلف بستلف من السوق الداخلي ولا بستلف من السوق الخارجي ولا ينفع الاثنين؟ وغالبا الاثنين بيحصلوا، كل دول العالم بتستلف من بره ومن جوه، تمام كده؟ يبقى اسمه الدين العام، اسمه يلا الدين العام، الدوله يا تصدر نقود يا تستلف نقود، وده وسيله اللي احنا بنغطي بيها الايه يلا؟ الجاب او الديفيسيت، الجاب او الديفيسيت، تمام؟ نخش يلا على الخطوه الرابعه، تمام كده؟ تاني انا كل ده عايز اعمل ايه؟ اعداد الميزانيه عشان في الاخر يبقى عندي وثيقه واحده هي كل الفلوس اللي هتتصرف وكل الفلوس اللي داخله لنا بنتوقع وكمان نسد العجز، وكمان يلا نغطي العجز. اول حاجه عملنا ايه؟ انت فاكر؟ حطينا الفريم ورك، حطينا الاطار العام، ارقام كبيره. تاني حاجه عملنا يلا؟ اتكلمنا في التفاصيل وجمعنا معلومات، تمام كده؟ طيب تالت حاجه عملنا في يلا؟ جمعنا كل الكلام ده عند وزير الماليه، تمام؟ طيب في النهايه لازم ناخد تصديق من البوب او بتاع السلطه التنفيذيه، متمثل في مين بقى؟ لا بوب السلطه التنفيذيه يعني كبير السلطه التنفيذيه مين؟ مجلس الوزراء. مجلس الوزراء ما بيكونش برئاسه رئيس الوزراء، مجلس الوزراء بيكون برئاسه رئيس جمهوريه، يعني رئيس الجمهوريه اعلى من رئيس الايه؟ الوزراء، ماشي؟ عندنا رئيس الوزراء هو يرقص كل الوزراء ولكن اللي اعلى منه اكيد رئيس الجمهوريه. لغايه ما نوصل يلا للمرحله اسف الخطوه لغايه يلا الخطوه الرابعه. معايا كريم؟ اخر خطوه في المرحله، يلا اربع خطوات. وات الفاينانس مانستر هيعمل يلا؟ هيسبميتس، يعني ايه سبميتس؟ هيقدم او هيعرض او هيحيل البادجت دوكيمنت، الوثيقه اللي عنده دلوقتي اللي فيها كل التوقعات وكل التفاصيل تو ذا ايه يلا؟ كابينت. ايه الكابينت ده؟ يلا يعني ايه كابينت؟ كابينت يعني ايه؟ مجلس الوزراء، تمام كده؟ جميل. وبعدين في مجلس الوزراء قبل بقى عشان نخش على المرحله اللي بعدها ان احنا ناخد موافقه البرلمان، مش هتعرف تروح تاخد موافقه البرلمان الا لما الدنيا تكون متاستكه ومتظبطه 100%، تتعرض على رئيس الوزراء وتتعرض على رئيس الجمهوريه في مجلس الوزراء، تمام كده؟ يبقى يحصل ديسكشن، يحصل يلا؟ يبقى الخطوه الرابعه دي بنقول فيها ايه يلا؟ ها؟ تقديم لمجلس الوزراء ونقاش هيحصل في مجلس الوزراء محدود كل التشكيل بما فيهم رئيس الوزراء ورئيس الجمهوريه، تمام؟ ويحصل ديسكشن. هيحصل عندنا سي وار، سي اختصار طبعا كونديشن وار اختصار ريزلت. الوثيقه النهائيه لازم تبقى متاستكه ومتظبطه وفيها كل حاجه واضحه عشان نعرف ناخد موافقه البرلمان، والا البرلمان هيقول لك ايه العك اللي انت جايبه لي ده ومش هيوافق، تمام؟ فاذا البادجت بتاعتنا لازم يكون فيها تشابترز وسيكشن، يكون فيها يلا تشابتر مقسمه الى فصول، فصل او اجزاء يعني، تمام؟ ده وزاره التعليم هتعمل ايه؟ وزاره التعليم العالي هتعمل ايه؟ وزاره النقل هتعمل ايه؟ كل شابتر لكل ايه؟ وزاره. وجوه كل تشابتر خلاص في ايه؟ سيكشنز اقسام. ده قسم المدارس وده قسم المعلمين وهنصرف قد ايه على المعلمين وهنصرف قد ايه على المدارس وهنصرف قد ايه على اتوبيسات المدارس وهكذا.
وفي النهايه كمان بيكون في حاجه مش موجوده في الكتاب بس الدكتور قالها في المحاضره، ايتمز. بيكون في يلا ايتمز، يعني ايتمز بنود، تفاصيل بقى صغيره خالص. ماشي. طب انا بعمل كل ده ليه؟ ليه بيكون عندي تشابترز وايتمز وسيكشنز والموضوع منظم قوي كده؟ عشان يبقى الموضوع يلا كلير واضح وتفاصيله سهله واي حد يقرا يلاقيه سهل، وعشان اضمن ان انا اقدر اخش على المرحله اللي بعدها اللي هي موافقه برلمان، عشان اجارنتي اضمن ان انا اخش على النكست ستيج المرحله اللي بعد كده. ما انت خلاص بتخلص المرحله الاولى اهو، مش بتخلص الرابعه؟ انت بتفنش المرحله الاولى اللي هي ايه؟ بريباريشن. انت عايز تخش بقى على المرحله الثانيه اللي هي موافقه برلمان، ادوبشن باي بارلمان كده؟ طيب عملت ميزانيه زي الفل وعرضتها على رئاسه الوزراء وقعدنا نتناقش لغايه دلوقتي، ممكن نقعد نعدل ونضيف بند ونزود بند ونقلل ونتناقش عشان احنا داخلين على البرلمان وعايزين نضمن موافقه البرلمان. فهنسال في الاخر ثلاث تساؤلات في الاخر هم بيصبوا في معنى واحد. مين اللي بيعمل كل ده؟ كل الخطوات دي؟ جفرمنت. فبنسال ليه البريباريشن، ليه الاعداد ووضع الفلوس الكتير دي وتوقعات الفلوس اللي داخله واللي خارجه اللي عملها مين؟ جفرمنت. وات ابوت بارلمنت؟ ليه مش البرلمان؟ او نقول السؤال بصيغه ثانيه، واي نوت بارلمنت؟ ليه مش البرلمان هو اللي يعمل توقعات؟ وليه مش البرلمان هو اللي يقعد يقول انا متوقع هتخش لنا كذا وهنصرف كذا؟ مين اللي بيتوقع؟ الحكومه. ليه مش البرلمان؟ احنا قلنا هنا الحكومه هي اللي تتوقع، بعد كده هنروح ناخد موافقه البرلمان في المرحله اللي جايه، صح كده؟ السؤال هنا اللي بيعمل اعداد الميزانيه الحكومه ليه مش البرلمان؟ عندنا خمس اسباب يلا، او reasons او justifications. عندنا يلا reasons او justifications. اجابه على التساؤلات دي كلها، ليه الحكومه؟ ليه مش البرلمان؟ يلا ايه رايك؟ ليه الحكومه اللي بتعمل اعداد؟ مش البرلمان. هي اللي بتتعامل مع الشعب، هي بالفعل اللي بتلم فلوس، تمام؟ ايه تاني؟ مين اللي بينفذ بعد كده؟ يعني مثلا اللي عمل اعداد الحكومه صح؟ بعد كده هناخد الادوبشن بتاع البرلمان، بعد كده مين اللي هينفذ؟ يبقى اللي هينفذ من باب اولى هو اللي يتوقع، لانه في الاخر هو اللي ايه؟ هيشيل الليله، هو اللي هينفذ، تمام؟ فيبقى من المنطقي انك تخلي الحكومه هي اللي تتوقع، لان هي اللي هتنفذ على ارض الايه؟ الواقع. ومين اللي بيلم الفلوس من الناس على ارض الواقع؟ اه انت لما بتروح تصرف مصاريف، تدفع مصاريف المدرسه، تدفع مصاريف الاتوبيس، الكلام ده كله بتدفعه للحكومه. فالحكومه هي اللي عارفه وهي اللي بتلم الفلوس بالفعل، تمام كده؟ فنتيجه الاسباب المنطقيه دي الحكومه هي اللي بتنفذ وهي اللي بتتوقع، ماشي؟ مش البرلمان، تمام كده؟ يلا اه طبعا كل ده في الاخر لازم يتم بموافقه الايه؟ البرلمان. هنقول مين اللي بيتوقع اصلا التوقعات؟ مين اللي بيكتب الوثيقه نفسها؟ ماشي؟ الجبل. يلا ناخد اول جاستيفيكيشن جي 1 اختصار طبعا جاستيفيكيشن زي ما انتم عارفين. يلا بريباريشن عمليه الاعداد اللي هي عمليه الايه؟ توقعات بتفاصيلها، تمام كده؟ البريباريشن الاعداد يعني يلا توقعات بتفاصيلها. هي مسألة إدارية بحتة. از administrative process. administrative يلا process عشان تتوقع. فاكرين توقعات؟ وزير الكبير عمل ايه؟ استدعى كل الوزراء، وكل وزير استدعى وكلاء الوزراء وكل الممثلين. فعلى فكرة ممكن يقعدوا يجتمعوا الوزير والوزير اللي تحته والوزراء ويقعدوا يجتمعوا يوم واثنين وثلاثة وشهور. ممكن يجتمعوا مرة كل يومين، ممكن يجتمعوا مرة كل يوم، يقعدوا شهرين يعملوا كده بس عشان يعرفوا يحطوا التفاصيل. فهي مسألة إدارية بحتة، يعني محتاجة تواجد موظفين باستمرار. لما أقول مسألة يلا إدارية بحتة، يعني محتاجة شغل ورقي، محتاجة تجميع معلومات، محتاجة موظفين متواجدين بصفة مستمرة وصفة يومية. مين اللي ما يقدرش يعمل كده؟ البرلمان. البرلمان ده بيجتمع مرة كل أسبوعين، مرة كل شهر، مرة كل ثلاث أسابيع. ما يقدرش يعمل مهام إدارية. أنا محتاج المسألة مسألة إدارية، يبقى مين اللي يعملها؟ موظفين، حكومة. لان محتاجه تواجد باستمرار وانتقال معلومات كتير جدا جدا جدا، ماشي؟ يبقى اول حاجه ليه الحكومه هي اللي بتعمل الموضوع بتاع اعداد الميزانيه؟ لان اعداد الميزانيه مساله اداريه ومحتاجه تواجد الموظفين باستمرار، تمام كده؟ administrative process. بما ان هي مساله اداريه يبقى هي نوت ايه؟ يلا نوت بلوتيكال بروسيس، ما هياش مساله سياسيه محتاجه تمثيل من الشعب والشعب يعرف. انت كنت كل وزاره دخل كام؟ انت كراجل تعرف الوزاره دي بتدخل كام وتصرف كام؟ يا باشا دي عايزه موظفين، ناس متواجدين باستمرار، متواجدين كل دي شغلتهم اصلا، هم اللي بيصرفوا وهم اللي بيلموا الفلوس. دي مش شغله الايه؟ البرلمان، لانها مش مساله سياسيه، ولو خليت البرلمان هو اللي يعمل كده، البرلمان مش موجود كل يوم. تمام؟ والبرلمان مش عارف يجمع كل المعلومات، والبرلمان اصلا ده عضو برلمان ممثل نائب عن الشعب ونائب عن دائره معينه.
مش ممكن ما يكونش موظف شاطر اصلا، يعني يجي يشتغل موظف ما يبقاش موظف، ممكن يبقى رجل اعمال، ممكن يبقى محامي، ممكن يبقى اي حاجه ثانيه. هو مش شغلته الاداريه، مش شغلته يلا. يبقى اول حاجه ليه الاعداد بيتم من الحكومه؟ لان الاعداد مساله اداريه، ولو خلينا البرلمان يعملها يبقى هارد بريباريشن، يبقى يلا هيبقى الموضوع صعب جدا على البرلمان، لان المساله ليست سياسيه ولكن المساله اداريه. تمام كده؟ نخش على السبب الثالث او الجستيفيكيشن رقم ثلاثه. تمام؟ الجستيفيكيشن رقم ثلاثه بيقول او الجي 3، مين اللي بينفذ؟ مين فعلا اللي هيصرف ومين فعلا اللي هيلم فلوس؟ الحكومه. يبقى طالما الحكومه هي اللي هتمبلمنت، يبقى الحكومه هي اللي تتوقع، هي اللي تبريبير. تمام كده؟ نخش على بعده. الجفرمنت مين اللي بيدير؟ مين اللي بيدير المؤسسات؟ الوزير والموظفين بتوعه. ومين اللي بيكولكت ريفينز؟ مين اللي بيلم الفلوس؟ الحكومه ورجالته والموظفين. فاحنا اصلا اللي بنشتغل على ارض الواقع، احنا اصلا اللي بندير، احنا اصلا اللي بنلم فلوس. يبقى مين اللي يتوقع؟ مين اللي بريبير؟ احنا الحكومه. تمام كده؟ يبقى بما ان احنا اللي بنلم فلوس وبما ان احنا اللي بندير، يبقى احنا اللي ايه؟ نتوقع. تمام؟ عشان ما تجيش تقول لي عرفت تتوقعها ازاي دي؟ يا باشا احنا لمين السنه اللي فاتت 5 مليار، والسنه اللي قبلها 4 مليار ونص، والسنه اللي قبلها 5 مليار، والسنه اللي قبلها 4 مليار ونص. فانا بقالي 3 4 سنين بجمع في الرينج 4 مليار ونص 5 مليار، انا اللي بجمع الفلوس، احنا الحكومه. فانا اقدر اتوقع ان انا هلم كام السنه الجايه. تمام كده؟ يبقى احنا بنقول ها مين اللي بينفذ؟ الحكومه. يبقى مين اللي يتوقع؟ الحكومه. يبقى الحكومه اللي بتبريبير. مين اللي بيدير ومين اللي بيكولكت فلوس؟ الحكومه. يبقى مين اللي بريبير؟ الحكومه. تمام؟ واخيرا مين اصلا اللي بينفذ الخطه بتاعت الدوله؟ مش قلنا ان كل دوله عندها خطه سياسيه واقتصاديه؟ خطه تنميه، الخطط دي ساعات بتوصل ل 30 سنه، رؤيه بتوصل ل 30 سنه، اللي بنسميها بلان او فيجن، بلان او يلا او استراتيجي. مين اصلا اللي بيمبلمنت البروجرام؟ وهنا بنقول عليها بروجرام، بنقول عليها بروجرام. عندنا برنامج او استراتيجيه او بلان، برنامج او يلا. ده خطه سياسيه واجتماعيه عايزين نبقى فين كمان 5 سنين، مين اللي بينفذ الخطه دي اصلا؟ الحكومه. يبقى مين اللي المفروض يتوقع الفلوس عشان نعرف ننفذ الخطه دي؟ الحكومه. ان هي الحكومه اللي بتنفذ الخطه دي على ارض الواقع. تمام كده؟ يبقى كل دي اسباب بتؤكد ليه هي الحكومه مش برلمان. تمام؟ لو عملت بقى البريباريشن اللي هي اول مرحله البريباريشن، يلا مكونه من كام خطوه؟ 4 خطوات. خلصت الخطوات كلها يبقى انت كده خلصت المرحله الاولى اللي هي كان اسمها ايه بقى؟ بريباريشن. تمام؟ تبدا تخش على المرحله الثانيه. ايه هي المرحله الثانيه؟ تروح تاخد موافقه برلمان، وبعد ما تاخد موافقه البرلمان تخش على المرحله الثالثه. مين ينفذ؟ ترجع تاني للحكومه بقى تنفذ. تمام كده؟ خلاص شباب؟ الموضوع كليير؟